بمناسبة الأيام اللي احنا عايشين فيها وكلنا عايشين في الكريزيس بتاعت الكورونا فيروس، والعالم كله في ارتباك وفي ذعر وفي قلق، والناس مخضوضة على نفسها ومخضوضة على أحوال العالم اللي عمالة كل يوم عن يوم بتزداد سوءا. وتصريحات المسؤولين، يعني الراجل وزير رئيس وزراء بريطانيا قال خلاص ودعوا حبايبكو وخلاص كده العالم خلص، يعني كانت حاجة مليانة تشاؤم. يعني بحب أقول لكم حاجة جميلة، إن إحنا لما بنقف قصاد كلمة الوباء الإبيديمي اللي هو العالم فيه النهاردة دوت، بنرجع بذاكرتنا لأيام العهد القديم، لما كان ربنا بيتعامل مع شعب الله في العهد القديم، ونلاقي إن حكاية الوباء دي كانت مرتبطة ارتباط كبير بأنها كانت عبارة عن إنذارات من الله للإنسان. الله يتعامل مع الإنسان بصور متعددة، من ضمن هذه الصور إنه لما يلاقي الإنسان مش فاهم مصلحته أو مش عارف إيه الخير بتاعه فين، كان يديله تنبيه عشان يصحى وياخد باله. ايه هي بقى التنبيهات اللي ربنا عايز يديها لنا بالفيروس اللي ظهر بصورة وبائية الايام اللي احنا فيها ديت؟ اول حاجة عايز يذكرنا بالخوف من الله. الخوف دايما، الوباء، انتشار الوباء بيخلي الانسان مرعوب وخايف لا يصاب هو كمان ويروح فابو بلاش يضيع. والحقيقة حكاية الخوف دي يعني احنا محتاجين لها. احنا ربنا حنين وطيب وغفور ومتسامح وحلو، لكنه احنا ضاعت مننا مخافة ربنا. يعني الانسان يستمر في الكسل بتاعه، يستمر في الخطأ بتاعه، يستمر في اهماله، وبعدين يقول ما ربنا حنين، ما ربنا طيب، ما ربنا عطوف. اه طبعا ما نقدرش ننكر هذا، ولكن ربنا لازم نخاف، مخوف، نخاف من طرقنا اللي هي يعني ضد مشيئة ربنا. تاني حاجة قدام هذا الوباء، الإنسان بالشراسة بتاعته وسرعة انتشاره والجبروت اللي سيطر بيها على العالم، الإنسان بيحس بالاتضاع. لازم أيضا من ضمن التعليم اللي ناخدها في هذه الأيام، الإنسان يحس بضآلة نفسه وبضعفه، وميكروب صغير محدش عارف يشوفه بالعين المجردة عشان نشوفه عايز يتكبر آلافات المرات، عمل ذعر وعمل رعب للإنسان، وممكن يضيع الإنسان بسهولة. فالإنسان يتضع أمام هذه الظروف الصعبة، يشعر بضآلة نفسه وباحتياجه إلى معونة ربنا. الحاجة الثالثة، أن الإنسان يتعلم الحكمة. يعني من الحكمة أن الإنسان يعني يحس ان هو ممكن شباب في صحته وفي عافيته ويضيع في ظروف زي كده، فيحس ان هو محتاج يسلك بنعمة وبحكمة وبحذر، ما يضيعش نفسه بسهولة. هذا الشر يا احبائي، هذا الوباء المخيف في العهد القديم كان بينحصر بإيه أو بيضعف بإيه؟ بالصلاة، بالصوم والصلاة كان يخف عن الإنسان. ده حتى مرة انتشر جماعة بني إسرائيل خالفوا أمر من أوامر الله، فانتشر فيهم الوباء. فراح موسى قال لأخوه هارون الحق بسرعة هات نار من نار مقدسة من خيمة الاجتماع، وحط بخور وبخر وسط الجماعة. خرج هارون رئيس الكهنة يبخر في وسط الجماعة، يقول لك فانحصر الوباء عنهم. يعني الوباء، يعني مثلا الوباء بينتشر كده، أول ما لقى
هارون بالشرية بتاعته جاي يبخر وسط الجماعة كده، راح هارون وقف هنا، راح الوباء وقف كده هو على طول. فهذه الشرور كلها لا يحصرها عن الإنسان ولا يحلها إلا الصوم والصلاة. هنشكر الله إحنا في فترة الصوم الكبير صايمين وقلوبنا مرفوعة ربنا بالصلاة، وبنصلي من كل قلوبنا، خاصة في القداسات المتأخرة وفي العبادات الطويلة ديت، ونطلب ربنا أن هو يرفع غضبه ويرحم شعبه ويرحمنا ويخف عننا هذا الشر. لكن ده لا يمنع أحبائي أن احنا نلتزم بالاحتياطات اللي أعلنت عنها مثلا منظمة الصحة العالمية أو الجهات الإدارية اللي احنا في البلاد اللي احنا عايشين فيها. كل بلد أعلنت احتياطات مختلفة، فلازم نلتزم بيها ونحافظ عليها، ونطلب من ربنا أن هو في نفس الوقت يحمينا من هذا الشر.